بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. نكمل بعد سلسلة تاع محاضرات اللي بديناها البارح، وإن شاء الله راح نشوفوا كل مرة تكنولوجيا ولا برنامج يكون مطلوب كثير في سوق الشغل بصفة عامة، لأنه معظم الطلبة همهم الواحد من بعد الدراسة إذا ما تحوش للبحث العلمي راح يحوش على يبحث على عمل، وباش يبحث على عمل لازم يكون عنده مؤهلات اللي تخليه يروح بسيفي ولا بسيرة ذاتية تكون تخليه يدخل بالقليل ويقدر يدخل بدون خبرة ويقدر يدخل. واليوم إن شاء الله راح نشوفه أوبن شيفت. كي نحكيه أوبن شيفت، قبل لا نبدأ نحكيه على اوبن شيفت لازم نحكيه علاش وصلنا لهذا النوع من المنصات كما اوبن شيفت. اوكي، قبل لا نحكيه على اوبن شيفت لازم نعرف وش هو الحوايج اللي واحد لازم يكون يعرفهم قبل لا يبدي يخدم باوبن شيفت. ما نقولوش يكون متمكن منهم 100%، لكن يكون عنده نظرة عليه. وأول شيء لازم يكون تعرفه أنه شو هو الفرق بين بروغرام مونوليثيك وبروغرام ميكرو سيرفيس بازل، وشو هو الفرق بيناتهم. كي يكون عندك أبليكاسيون كل شيء جاي فيها بلوك، وأبليكاسيون تكون مقسمة على سيرفيس صغار يسموها ميكرو سيرفيسز، وهذا اللي ميكرو سيرفيسز يتكلموا بيناتهم. وهذه العقليه في البرمجه راحت خلات الناس يروحوا للباراديغم ثاني اللي هو الكونتينر. مش معناتها الكونتينر، كي نحكيو كونتينر هو تصغير للفيرتواليزيشن. فيرتواليزيشن نحكيو على physical machine، ولا نحكيه على خادم، ولا نحكيه على سيرفر، ولا نحكيه على لابتوب. لكن كي نحكيه على كونتينر نقدر نحكيه على virtualization for application، معناتها كل كونتينر يقدر يكون فيه application واحد. أوكي، يكون فيه application واحد. راح نديره، نروح نشوفه عن طريق الرسم الفرق بيناتهم بمثال. ناخذوا مثال نتاع الأكثر استعمالا اللي هو ويب سايت. وش معناتها؟ معناتها عندك سيرفر. أوكي، دخل هذا السيرفر أضعف الإيمان يكون فيه أباتشي ولا كان يسميه HTTPD على حساب التوزيع، ويكون عندك ماريا دي بي ولا ماي اس كيو ال ولا داتابيز أخرى، ويكون عندك بروغرامينج لانجويج مثلا الناس تعمل PHP ولا تستعمل شيء اخر. هذا كل شيء كامل يتحمل في سيرفر واحد، وتولي الناس يتصلوا بهذا الويب سايت مباشره. اذا صار مشكل في اي حاجه لهنايا، مثلا اباتشي ماهوش شغال بالصفة اللي نتمنوها، لهنا لازم تدخل لهنايا وفيها داون تايم. وفيها الشيء الثاني، إذا الحمل زاد على هذا السيرفر وعدد المتصلين بهذا السيرفر كبر بزاف، لازم تروح للسيرفر ثاني. معناتها لازم تهيئه كما راهو مهيئ هنا، وتحط معاه أدوات أخرى اللي تخليه يدير ديسباتشين نتاع ريكوست من واحد لواحد. هاد الحكاية هنا خاصها
خبرة خاصها، ناس مختصين، ماهيش متاحة للجميع. وهذه الحاجة صعبت سكالابيليتي تاع الويب ابليكيشن. هنايا كي نحكيو ونفوتو الباراديغم الجديد اللي هو كونتينر، هذا السيرفر يقعد نفسه سيرفر، معنا حتى مشكل فيه، اوكي، لكن كل واحد من هذو راح يكون كونتينر. هنا كونتينر ويب في غير اباتشي مثلا، هنا كونتينر دي بي، وشيء اخر مثلا هنا كونتينر ابليكيشن. وش هما الحوايج اللي يخليوك تستعمل الكونتينر وانت مرتاح؟ انه استعمال الكونتينر ما يستحقش واحد الترينينج كبير ولا واحد المعلومات اللي كبيرة وتمكن كبير بزاف. اي واحد في 5 دقائق هذا الانفيرمنت يكون طالع مباشرة، لكن باش توصل هذا الانفيرمنت على ويب سيرفر وانت تعمل انستاليشن على الاباتشي وعلى الماريا دي بي وعلى اللانجوج وتربط بيناتهم، هذه حكايه كبيره، لازم ادمين سيستم، معناتها ديفلوبر، تجي حكايه صعيبه. وهذه الحاله الناس تروح لويندوز ويخدموا بالوامب مباشره اللي جاي عندهم بندلي وجيهم سهل يخدموا به. لكن المصيبه هنايا هاد دي بي قادر انايا في 5 دقائق نفوت من كونتينر واحد في الويب 10 تاع الكونتينر، باش نسهل باللي الناس اللي راهم يجيو للويب من عندي يكون عندهم اتصال خفيف لهذا الابليكيشن. لكن كي يكبر هذا العدد، المشكله اللي تصرى هي الاوركستريشن، كاش هذا يعرف باللي كاين 10 تاع الابليكيشن ويب كامل رايحين تاك، السيكوريتي مع بعضهم، شكون اللي عنده باش يروح للابليكاسيون، اسكو نقدر ندخلها من برا ولا ما نقدرش. هل ممكن كذلك بالنسبه للدي بي فيه اكسس من الخارج ولا ما فيش؟ كل هذه لازم لها اوركستريشن. والاوركستريشن المشهور فيها بدون منازع هو كوبرنيتيس، اوكي، معناتها واحد كي يروح الاوبن شيفت، قلنا نحكيو على اوبن شيفت، لازم واحد يكون عنده معلومات على وش هو كوبرنيتيس اضعف الايمان، وش هو كونتينر، وش هو كونتينر انجين، وش هما انواع الكونتينر انجين اللي كاينين. انا درت شويه في القناه، كاين على ما اظن 4 ولا 5 كورسات فيهم دوك، الناس اللي تحب تشوف تقدر ترجع للقناة وتشوف. الآن أنا توجهت لشيء آخر، ما نستعملش دوكر، نستعمل بودمان، أوكي. بودمان الفرق بينه وبين دوكر أنه دوكر عنده مشكلة مع لوسي، أوسي هي Open Container ستاندر، اللي دوكر لحد الآن ما هوش متوافق معه. بودمان ما عندوش مشكل، كريو يعني نفس الشيء. وفي هذه الحالة في الفيرجن 1.2.2 هذا تاع كوبرنيتيس ما سيبورتيش دوكر، يسيبورتي كونتينر انجين أخرين، أوكي. هذه بس مقدمة قبل ما نروحوا للأوبن شيفت. أوبن شيفت حاجة أكبر من هذه. إذا درك حبيت نروح من سيرفر واحد لاثنين سيرفر ولا 3 سيرفر، وكل هذا الشيء لازم يكون عندي معلومات على اللوج بتاعه، معلومات على الميتريك، وش راهو يصرى اكزاكتومو، على الباك اب، على كل شيء. هذه الاشياء ما يديرهاش كوبرنيتيس،
ما لازم حاجة وحدة. أصلاً أوبن شيفت مبني على كوبرنيتيز. خلينا نرجعوا الأوبن شيفت. لما نحكي أوبن شيفت معناتها بلاتفورم فور كونتينر. أوبن شيفت هي بلاتفورم فور كونتينر. في آخر فيرجن تاع أوبن شيفت راحوا بعيد في أوبن شيفت، راح يكون virtualization في الاوبن شيفت، معناتها راح يدير virtualization بالكونتينر، وهذه حد الطفره في virtualization system حتى عند كافيام مثلا. خلينا نشوفه كوبرنيتيز. كوبرنيتيز قلنا وش هو؟ هو عباره عن برنامج يعمل orchestration على دوكر، اوكي. لكن المشكل في كوبرنيتيز انه فيه اشياء لازم انت تحضرها، مثلا اوبريتنج سيستم انت لازم توجده، الكونتينر انجين كريو ولا كونتينر دي ولا دوكر ولا بودمان لازم انت توجده، ايماج ريجستري من يجيب الايماجز تاعو ويحملهم انت، النتوركينج اللي يخدم في الكوبرنيتيز لازم انت تقوم بالتحضير نتاعو، باش تكون السيرفيسز اللي يقوم بهم كوبرنيتيز اكسيسيبل من الخارج لازم انت تعمل الروتينج واللود بالانسينج مثلا. هذا كل هذا الشيء ما يجي ناتيف مع كوبرنيتيز، لازم انت تزيدهم. الدي ان اس، لود بالانسينج، الاكسس كنترول، كل هذه الاشياء ما كايناش. مشكل انه هذه الاشياء اذا حبيت انت تجيبهم كل برنامج تجيبه وحده وتعمل انت هذه الخلطه السحريه راح توقع في مشاكل. مش معناتها انه مستحيل، لكن راح تاخذ لك وقت اكثر، وخاصه اذا كان سيستم برودكشن. كي جاء اوبن شيفت فيه كل شيء كان خاص كوبرنيتيز، معناتها انت لما تعمل انستاليشن على اوبن شيفت أو حتى هو يستعمل انتربرايز لينكس كور او اس، اوكي، ولا ريد هات مباشره، وتعمل هو يعمل كوبرنيتيز، يعمل لك الكلستر سيرفيسز، مونيتورينج، ريجستري، نتوركينج، تولز فور ديفلوبر، كامل هذا يخدمه هو. ثم بلاتفورم كوبرنيتيز زائد عشرات البروجرام اللي يخليه يسهلوا الخدمه تاع كوبرنيتيز. راح نشوفوا دركا اوبن شيفت، هذه النظره العامه تاع اوبن شيفت، هذا اوبن شيفت انفيرونمنت. راح نشوفوه غير بشويه بشويه، كل من تحت من جوا راح ندخل كي نشوفوا هذا هنايا سيل الانفرا، اوكي، من بعد تجي سيرفيس لاير، من بعد يجي هو، من بعد تجي السيرفيسز اللي معه، وهذا كامل سيرفر. لما تسمع نود معناتها سيرفر، قادر يكون فيرتوال ماشين وقادر يكون فيزيكال، اوكي، على بركه الله. هم بده اوبن شيفت من نقاط القوه عنده انه يمكن تنستاليه على اي انفرا، بمعنى انه اذا كان عندك physical data center ما عندك مشكل، إذا كان عندك physical data center شغال عليه virtual environment ما عندك مشكل، إذا كان عندك cloud private cloud ما عندك مشكل، public cloud راح يكون أسهل وأسهل، إذا كان عندك مزيج من public والprivate معناتها hybrid تاني نفس الشيء. ثم عندك حرية في اختيار منصات اللي راح تحط عليها ولا الانفرا اللي راح تحط عليها اوبن شيفت. هذه نقطة القوة الأولى اللي عندك. نزيد ونروح ونقدمه. إذا ما تسمعوا كلمة نود هي معناتها سيرفر، ونتفاهموا على حاجة، نود هو سيرفر فيزيكال سيرفر ولا فيرتوال ماشين محطوط عليه او اس. هذا الاو اس يكون ريد هات مباشرة، ريد هات لينكس، ولا حاليا
الريكومنديشن هي كور او اس، وهو فيرجن من ريد هات اوبتمايزد فور كونتينر. هذا الاو اس واجد من اجل الكونتينر، ما في شيء اخر. اوبتمايزد فور كونتينر سايز، تفهمنا دركا نود وش معناتها؟ هي لي السيرفر اللي راح يكون فيهم السيرفيسز نتاع، اوكي، ولا نقدروا نقولوا الكونتينر تاع، اوكي. يقد يكون فيه ريد هات كوم، يقد يكون فيه كوروس، هذا في النود اللي راح يعمل عليه ابلكيشن يكونوا فيه. هذا اللي خاش راح نشوفه تيب ثاني من النود اللي هو المانجر، لازم يكون في الكور او اس obligator. معناتها ما نقدرش نانستالي مانجر براد هات لينكس، لازم كور لينكس. نود هو اللي حطوا فيه ابلكيشن تاعنا ولا مسمينا كونتينر. بعد نشوفوا باللي حاجه في الاوبن شيفت ما نسمعوش كلمه كونتينر، نسمعوا كلمه بود. ما نسمعوش كونتينر، نسمعوا بود. وش معناتها البود؟ البود هو تغيير كلمة كونتينر، لأنه لما نشوف، لما نتكلم على كونتينر، وش هو كونتينر؟ كونتينر هو إيميج كونتينر اللي جبناها وعملنا عليها إكزيكيشن وراهي في حالة تنفيذ. هنايا الكونتينر هو كلمة مستعملة في كامل البلاتفورم، بس في OpenShift كي تسمع كلمة بود معناتها كونتينر. وأغلب الأحيان بود فيه كونتينر واحد، فيه بعض الأحيان يكون عندنا كونتينر ثاني معه، بس مش كونتينر فيه أبليكيشن ثاني، لا. بالأغلب الحالات تكون مثلا كونتينر تعلق، كونتينر مونيتورينج، معناتها كونتينر للإضافة لهذه الأبليكيشن، ما حتكون ابلكيشن ثاني. معناتها بود فيه ابلكيشن واحد. اذا حبيت تحط اباتشي ما لازمش في البود تاعك يكون اباتشي وماريا ديبي، لازم يكون فقط اباتشي. نروح للثاني دروك. البود قادر يكون التنفيذ تاعه على السيرفر الاول، للسيرفر الثاني، وللسيرفر الثالث، واللي رايح يعمل مونيتورينج على الاكزيكيوشن تاع هذا البود هو اوبن شيفت. الاوركستريشن في الاوبن شيفت احنا نقولوا اوركستريشن يديرها اوبن شيفت، لكن الان احنا تفهمنا باللي في الحقيقه في اوبن شيفت اللي يعمل اوركستريشن على البود ولا على الكونتينر هو كوبرنيتيس، اوكي. هو كوبرنيتيس معناتها في لحظه معينه OpenShift عندها معلومة، إذا كان عندك application web شغال على 4 أو 5 تاع سيرفر، معناتها حتى إذا هذا النود صار فيه مشكل عندك مباشرة 2 من السيرفرات حاضرين من أجل تغطية هذا النقص، والبود اللي كان في هذا السيرفر راح يروح للسيرفر ثاني. هذه قوة كوبرنيتيس مع OpenShift. هذه نود وش قلنا يعمل عليه اوركستريشن، اوكي. وفيه الابلكيشن اللي يكونوا الناس، معناتها حتى الناس اللي رايحين اكسيدي ولا يروحوا الابلكيشن تاعكم الويب ولا نوع ثاني من الابلكيشن، لانه حاليا اغلب الابلكيشن هو ويب، اوكي، يروحوا لهذه المنطقه. لكن منطقه الماستر هي منطقة اللي راح يكون فيها خلينا نقوله جيش التنظيم في النود. وش يكون فيه؟ الماستر هو المسؤول على الاوثنتيكيشن. الاوثنتيكيشن بصفة عامة مسؤول عليها الماستر. والماستر في الاوبن شيفت بلاتفورم على الاقل اضعف الايمان يكون عندك ثلاثة ماستر، ولا نسميهم كونتر
كنترول بلين. هذه الشيء الاول. الشيء الثاني انه كل الكوميونيكيشن في اوبن شيفت تستعمل عن طريق الاي بي اي. الاي بي اي هنايا المانجمنت تاعها تندار في الماستر كذلك. الشيء الثاني داتا ستور. وش معناتها؟ معناتها حاله كل ابلكيشن ولا كل بود ولا كل نود ولا كل كلستر، لانه في هذا قدر يكون عندنا شحال من كلستر، الحاله تاعهم تكون مخزنه في الماستر. علاش يكون عندك ثلاثه ماستر؟ لانه حتى وكان يطيح واحد من الماستر عندنا اثنين اللي يقدروا يكملوا لنا الشغل تاع الكلستر تاع. الشيء الثالث سكيدولينج. وش معناتها سكيدولينج؟ انت كي تحب تقوم بتنفيذ ابلكيشن معين لازم تجيب الايماج، لانه قلنا الكونتينر هو ايماج وعملنا عليها اكزيكيوشن، فيه ريجستري خاص اللي فيه هاد الايماجز. سكيدولينج لما عملت ايماج، جبت ايماج وخلقت منها بود، وين راح يكون البود هذا؟ في النود الاول، النود الثاني، النود الثالث. هنايا تدخل ذكاء سكيدولر اللي راح يشوف على حساب الريسورسز كل نود ويحط كذلك. شيء ثاني، اذا انت قلت باللي البود هذاك لازم يكون على الاقل فيه بود في النود الاول، بود في النود الثالث، بود النود الرابع، هذه مساله يتكفل بها سكيدولر. شيء ثاني الكوستراسيون، حكينا عليها دركا. عندك بود الاول هنا مثلا هذا توم كات ابلكيشن جافا ابلكيشن سيرفلت، هنايا ثاني تشوفوا باللي اذا دركا عندنا اربعه تاع البود في النود الاول، اربعه تاع البود في النود الثاني، وفيه مثلا هنايا هذا كونتينر سي نفس البود تعود باربع مرات، وهنا عندك ماي اس كيو ال. اذا فيه لاير ثاني اللي هو السيرفيسز لاير، وش معناتها؟ هي اصلا هذا اللي بود اللي راهم هنايا نسميهم سيرفيسز، شكون راح ينظم الكوميونيكيشن بيناتهم؟ لانه اذا كثر العدد راح تكون صعب كثير الاوركستريشن تاعها. هنايا هذه ثاني داخله في مسؤوليات الماستر. هيلث اند سكيلينج، واحد باش يشوف الماستر واش الخدمه تاعو، ثاني يشوف الحاله الصحيه كما يقولوا الهيلث تشيك نتاع كل النود اللي معمول عليهم الابليكيشن. اوكي، اذا فيه مشكل مثلا هذا النود صار فيه مشكله هنايا، وش راح يدير السيستم؟ راح يرفض كل البود اللي راهم لهنا يحطهم في النود اللي كان ايش، لانه لازم هو عنده في الماستر المعلومه انه الابلكيشن نتاع توم كات لازم يكون فيها على الاقل اربعه تاع البود، واحد اثنين على الاقل ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه. لما تروح هذه معناتها لازم هو يخلق بود جديد في أي نود يكون بوسعه باش يستضيف هذا البود. هذه ثاني وداخلة في مسؤوليات الماستر والهيدشيك، ومن بعد يقدر يرجع البود الأول وينحي البود الثاني. لكن كل هذا اللي كنت تشوفوا فيه لازم الداتا اللي يحطوها هذا البود ولا اللي استعمل هذا البود ولا اللي استعمله الابليكيشن تكون معموله في ستوريج خاص. كما البارح شفنا ساف، هنا قادر نستعملوا ساف كوم ستوريج. وش معناتها؟ معناتها اذا عندك ماريا دي بي ولا ماي اس كيو ال، هنايا هنا في البود ما في حتى داتا، الداتا راهي هنايا. معناتها اذا البود حبس من هنا وديماريتها في النود هذا، معناتها يجيب
داتا من هنا وهنايا سهولة باش نعاودو لونسي والبود جديد تكون أكثر سرعة من أنه يكون عندك نفس البود معاه في نفس النود يكون فيه نفس وفيه لاير أخير اللي هو الأكسس. هادو كامل إذا ما زدنا لهمش هادي هاد هنا هاد الكوش هنا حتى واحد ما يقدر يوصل الابليكيشن هنا مستحيل. وهذه من قوة السكيورتي اللي كاينة كذلك في الأوبن شيت. إذا ما عطيتش أنت الأمر بدخول ريكوست من برا للداخل مستحيل يفوت. هذا الريكوست وهذا البلانينج يمشي بالروتينج لاير. وهنا نقدر نقولوا باللي كاين حتى فيها مسألة نتوركينج لود بالانسينج. هذه البلاتفورم كلها البلاتفورم عندها يستعملوها اثنين تاع الناس. هاي قوة تانية تاع اوبن شيت. انت يا قادر تكون اوبريشن معناتها ادمنستريتور. ادمنستريتور لازم تقوم بال ادمنستريتور تاع هذا الماستر للنود، تزيد نود تنقص نود، تزيد ماستر تنقص ماستر، تعمل باك اب، تعمل هذا كله خدمه تاع الادمنستريشن. تما هنايا اوبن شيفت واحد كيقول لي انا واش نخدم في اوبن شيفت لازم تطرح سؤال. بزاف الطلبه اللي قالوا لي شيخ انا يعني نحب البرمجه حتى باوبن شيفت لازم تخدم بها مبرمج كما دخلك في ادمنستريشن. معناتها اوبن شيفت انا لا نقدر نستعملها كانفرا والديفلوبر يستعملها كمنظومه البرمجه كل واحد وكيش يستعملها. طريقه الاكسس لها كل واحد عنده اكسس. هذا عنده سي ال اي وعنده الويب انترفيس وهذا نفس الشيء. الفرق بيناتهم انه الديفلوبمنت اللي راح يعملوا الديفلوبر يعملوا في الـ في الـ في اللابتوب تاعه. ولما يعمل ديفلوبمنت اغلب الديفلوبر حاليا مستحيل ان ديفلوبر ما يعرفش جيت ويحط فيه المصادر نتاعه مستحيل. اذا ما عندكش اصلا حتى حاليا ديفلوبر مش كي تقول انا ديفلوبر ناس يشوفوا حسابك في الجيت واش درت انت يا باش تقول انت ديفلوبر. فانك تقعد غير ديفلوبي ودس عندك هذه حتى واحد ما يعرفك به. هنايا جيت مباشره يتربط مع اوبن شيفت. هذه راح نشوفها من بعد من الكود انه يعمل له بيلد ويخرج ايماج والايماج يخرجها بود. هذه خدمه كامل يديرها اوبن شيفت بسي. معناتها انك قادر تروح من الديفلوبمنت انفيرونمنت للتست للبرودكشن ولا كواليتي اند اسيرنس بغير تدخل اي واحد في الحكايه. وهذه بصفه عامه نظره على اوبن شيفت والتركيبه نتاعو. في اسئله في هذا حتى الان؟ اذا كان في اسئله قبل ان إذا ما فيش أسئلة خلوها من بعد ولا قادر من بعد. هنا السورس تو إيماج وش معناتها؟ هو اللي حكينا عليها الآن. كاش تفوت البروغرام ولا كاش يجي البروغرام من عند الديفلوبر حتى يوصل للبود. هذا لاشان اللي هنايا تنعمل طريقة اوتوماتيكية مباشرة بالطريقة اللي يسموها source to image. وش معناتها؟ معناتها الكود راح يكون جاي من عند اي ديفلوبر قادر ما يكونش حتى عندنا في المؤسسة تاعنا.
وش يدير، يروح يحكم اوبن شيفت ويب ولا سي ال اي ولا لي دي يو، بس مام اوبن شيفت فيه دي اي دي اللي تقدر تستعملهم مباشره. وهنايا نعمل الكود تاعي ونحطه في جيت، من بعد من الجيت وش يسرى؟ يسرى البويلد. لو باش وش معناتها البويلد؟ معناتها اني نخرج من هذاك الكود، نخرج ايماج واجده للاستعمال. كشت معناتها نخرج كونتينر، وهذاك الكونتينر نحطه في ريجستري، معناتها هذا الايماج رايح من بعد نقدر نخرج منها ابليكيشن مباشره للديفلوبر هو اللي قام تحضير كل هذا. من بعد كي وجدنا الكونتينر ايماج، اوبن شيفت يدير ديبلويمنت اوتوماتيكلي تاع هذا الكونتينر، ويعرف وين يحطها على حسب الكونفيجريشن اللي انت حاطها. معناتها من الداف حتى الاوبن الادمنستراتور ما كان حتى انسان يدخل بيناته. هذا يعطي البروغرام تاعه، واوبن شيفت يقوم بالمهمه انه يوجد مباشره البود واجد ينفذه مباشره. هذه حاله تاع سورس تو اوتوميشن. ولا قادر انت اذا ما عندك دي ديفلوبر، عندك مثلا غير شركه ما فيهاش ديفلوبمنت، تشري الابلكيشن واجدين. اغلب المؤسسات حاليا الابليكيشن ما تمدلكش اكزيكيوتابل، وتمدلك تقول لك انستالي، ولا تمدلك كونتينر. وهذا خاصه عند التليكوم. اذا رحتوا حتى في حاليا في المنظومات اللي تستعمل الكونتينر كما اوبن ستاك، هو كلاود مبني اصلا على الكونتينر. كامل السيرفيسز تاع اوبن ستاك مبنيين على الكونتينر. باش تشوفوا القيمه تاع الكونتينر حاليا. تما اذا انت ديفلوبر وما تعرفش هو كونتينر، كارثه. اذا انت ادمنستراتور في انفيرومون فيه ديفلوبمون ما تعرفش واش هي ايماج واش هي كونتينر، هذه كارثه من نوع ثاني. واحد الوقت اللي رايح يدير لخش الناس، انا قلتها لكم نعاودها لكم، اوبن شيفت حاليا من أكثر المجالات طلبا في العالم كله. الناس اللي متمكنين في Open Shift كان في Development ولا كان في Administration مستحيل ما يخدمش. ديروها في بالكم هذه. وهذه الحكاية راني حكيتها أنا هذه 3 سنين، مشي اليوم نحكي فيها. دروك زاد عليه الطلب بزاف. وعدا كي عطيتكم في فيسبوك بوست نتاع سينيور ديفوبس اللي متحتم انه يكون يعرف شو هو انسيبل ويعرف اكثر اوبن شيفت. معناتها اكيد احكي لها اوبن شيفت اذا ما تعرف شو هو كونتينر، ما تعرفش كوبرنيتيز، ما تعرفش هادو اصلا، تما عندها غادي تحبس. واحد اللي حاب يدير تريننج فيه تريننج اللي بدراهم، ولا تصيب هذاك التريننج في انترنت باطل، وش هما الباث اللي لازم تتبعه. كما عند ريد هاتش كاين 2 تاع الباث، كاين باث ادمنستريشن وكاين باث ديفلوبمنت. كاين اوبن شيف ادمنستريشن دي او 2080، وكاين دي او 180 هذا، وكاين واحد اخر قبلهم اللي هو على ما اظن دي او زيرو اي تي، هذاك مجاني تدخل عند رادات ودير الفورم التريننج مجاني. والرابع والخامس لكم تشوفوهم هنا، هذو الناس اللي حابين يعملوا ديفلوبمون على اوبن شيفت. معناتهم ناس من الكود يخرجوا، يعرفوا كاش يخرجوا ايماج، كاش يخرجوا كونتينر، كاش يعرفوا يكريوا ميكرو سيرفيسز، كاش يربطوا بين ميكرو سيرفيسز. لما معناتها موجهة أكثر موجهة أكثر للديفلوبمنت.
الان هذه نظره عامه على اوبن شيفت. راح نحكي ودرك نحكي لكم على وندير لكم بعدها ديمونستريشن على كيش واحد يستعمل اوبن شيفت. اوبن شيفت قلنا اضعف الايمان، اضعف الايمان باش تعمل انفيرونمنت نتاع اوبن شيفت لازم يكون عندك على الاقل، خلينا ماستر 1 ماستر 2 ماستر 3 نود 1 نود 2 نود 3. ثم اضعف الايمان تكون عندكم 6 تاع الماشينات، سو فيرتوال ماشين ولا ولا فيرتوال ماشين ولا كذلك فيزيك. هادو كامل تقدر اصلا ديرهم يكونوا فيرتوال ماشين. تدير اللي عنده الماشين واحد يقول لي شيخ اذا حبيت انا نديرهم في اللابتوب تاعي ولا الماشين تاعي لازم تكون عندك الماشين تكون كبيره بزاف، كبيره بزاف سيميلي ان انفيرومون دو برود، مثله مثل البرود. لازم بالاقل بالاقل تكون في 128 في سي بي، 192 جيجا في الميموري، واضعف الايمان 2 تيرا في الديسك. بل يكون تشوفوا باللي حاجه كبيره الله غالب، من اللي كان في البرودكت لازم يكون عندك هذا. اذا حبيت تسمي لي انفيرونمنت لازم يكون عندك هذا. السؤال اللي يطرح لك، انا لما عنديش كامل هذا كاش تعلم اوبن شيب ثم مستحيل نتعلمه، انساو هذه كامل انطبقوا ديفلوبر ولا واحد يدير في تخرج. تخرج واش اللي يقلك؟ كاين حاجه يسموها CRC هو code ready container وهو simplified version of OpenShift اللي فيها one node اللي هو master هو node في نفس الوقت. هذا واش لازم له؟ لازم له 4 CPU اضعف ايمان 16 جيجا في الميموري و 35 جيجا في الديسك. ومن الأحسن أنك تكون يوزر عادي في لينكس. هذا تقدر تستعمله في ويندوز ولا في لينكس ولا في ماك أو إس، ما يهمش. معناتها يكون عندك، انا راح ندير لكم ديمونستراسيون على لينكس اوكي. معناتها واش توجد؟ توجد فقط ماشي فيرتوال ماشين، تحط عليه اي لينكس ديستريبيوشن تحب ولا مايكروسوفت ولا ماك أو إس، وتروح للسيت تاع ريد هات. تروح السيت تاع ريد هات كونسول ريد هات اوبن شيفت كرييت لوكال، لازم يكون عندك كود اكونت عند ريد هات. هذا اذا عندك انت تشوفوا باللي هنايا اوبن شيفت كلستر. اذا حبيت كلاود اوش لازم، اذا حبيت في داتا سنتر اوش لازم، عندك ريد هات اوبن ستاك ولا عندك برميتال، برميتال معناتها دي ماشين فيزيك، ولا عندك في ام وير ولا عندك ريد هات فيرتواليزيشن، كل شيء هذا. ولا واحد اللي حاب يسيه عنده هذا واش يجي هنايا يشوف واش راح ويتيليشارجي. هذه شويه فيها واحد 3 جيجا هذا الايماج باش تمعك. بصح ما تنساش تعمل داونلود على البول سيكريت. هذا البول سيكريت بلا بيه ما تقدرش تاكسيدي ولا تروح ل
ايماج ريجستري عند ريدهات، معناتها هذا اللي يخليك تروح عند ريدهات وتجيب الايماجز اللي تقدر تخدم بهم. ثم دروك نعاودو نرجعو واش لازم، لازم تيليشارجي سي ار سي اوكي، ومن بعد بول سيكريت اوكي. انا جبتهم ديجا كي راني جايبهم، بارطاجيو لكم غير هنايا نشوفوا بالأسئلة. مصطفى، الأوركستريشن هو العلاقة بين البود، مثلا انت يا مديت تعليمة الأوبن شيفت قلت له بلي أنا لازم لي البود ويب يكون فيه ثلاثة تاع الكونتينر في الانفيرونمون كل كامل، يكون على الأقل ثلاثة، إذا واحد طاح لازم نشئ واحد جديد. هذه الخدمة شكون يخدمها؟ يخدمها الأوركستراتور، هذه أوركستريشن. لكن كيما نحكي مثلا بغي نطلع ماريا دي بي، لازم ننشأ بود نتاع ماريا دي بي، والبود مين نجيبوه؟ نجيبوه من الإيماج، الإيماج لازم تكون واجدة، تكون وجدها وجدوها تاع ماريا دي بي، هذيك يحطوها في ريبوزيتوري، هذاك الريبوزيتوري يسموه ريجستر. اوكي مصطفى، انت تجيبها كي تجيبها هذاك روح تروح ديرها عندك، تروح ديرها في سلاش بين اوكي، تروح ديرها في سلاش بين، هذا كنديرو هكذا سلاش بين يس، هذا بروغرام واجد فيه 3 جيجا، هذا هو البينار اللي راح نخدمو به، هو يطلع لك انفيرومون كومبلي نتاع اوبن شيفت واجد تخدم به عادي، دير دي كونتينر دير واش ما تحب، تدخلها ادمنستراتور تدخلها لك ويوجد لك كل شيء كوم سي انت درت لانستالاسيون. واش تخدم به؟ سي ار سي واحد باش يبدي. هل هنا عندك اللي تبدي بها اول مره كي تجيبه هي سيت اب اوكي، انا درتها هذه سيت اب، لاخاطر تاكل شويه وقت ديكومبريسي غير من هذا السي ار سي، من هذ 3 جيجا تخرج لك فيرتوال ماشين، هي هو يخدمها وحده انت ما تخدم والو، فيرتوال ماشين. من بعد كي يكمل انت واش دير؟ دير سي ار سي ستار اوكي، دير سي ار سي ستار، قبل لا دير ستارت شوف ستيتوس، راح تشوف باللي يقول لك مكان حتى ماشين فيرتويال، ندير سي ار سي ستارت، هنا راح تاخذ وقت هذه باش يطلع لك، تشوف يقول لك تشيك اف ريننج از نو تروت، سي ار سي يقول لك لازم هذا الكوموند تعملها بيوزر عادي، ما تعملهاش بيوزر عندها بريفيليج كبير. وهنا واش راهو يدير؟ راهو يوجد لك هاي ليب فيرت اللي هي انايا نخدم بلينكس، راهو يخدم بليب فيرت، ويوجد لي كود ريدي في ام از رينينغ، ويوجد كامل لي اوبن شيفت كوبلت سيرفيس، كوبلت هو مو تاع كوبرنيتيز اللي يخلي الماستر تاع كوبرنيتيز يقدر يتعامل مع النود اللي فيهم الابليكيشن. وهنايا راه يشوف كامل لي سيرفيس اللي لازم يطلعهم. هذه الخدمه انت نورمالمون ديرها مانيوال موحدك، وكي تكمل انت لهنايا كي كمل الديماراج، هذه الحكايه تاخذ منك وقت غير في الداونلود، هذه صعيبه شويه بس 3 جيجا ما يسهل باش تجيبها، ولا كي دير ديكومبريشن كي يكون عندك لابتوب ولا ماشينه تكون لبس بها ما عندكش مشكل، قادر تاخذ لك دقيقتين ولا 5 دقائق، وستو لك كان عندك ان في ام ولا اس اس دي. لكن اذا كان عندك ديسك عادي ساتا مثلا مش مشكل، ماشي روح يقعد لك ساعه ولا عندك 5 دقائق ولا يكون. وهناك تشوف شو يدير waiting for user pool secret
part of instance disk. انا دخلتها من قبل ديجا. اوكي ما راحش يدمون ديها لي من جديد. نغتنموا فرصة إذا عندكم أسئلة بنولا كملت هو هنا يا الانستاليشن. نعود نرجع أنا خليه نرجعكم ال ما تنسوش هذا ال هذا هو اللي تستعملوه لين نكتبه هنا بطريقة كبيرة رابط تحميل. هذا اللي استعملوه باش تحملوا عندكم ال اوكي كي تحملوا هذا واش لازم تجيب تختار نتايا هنايا الاوس اللي راح تستعمله ويعطيكم الطريقه view read getting started تجي لهنايا ويقول لك هاو كاش تستعمله قام تكسرش راسك مثلا نجي لهنايا جيت ستارتد ويعطيك كامل كاش تدرن هاي الريكويرمنت اوبريتنج سيستم واش لازم تدير. انا كنت كثرت عليكم 6 جيجا من 6 جيجا نقولها كومبار اكسبيرينس باش تخدموا على 9 جيجا المينيموم مثلا في مايكروسوفت هاو مايكروسوفت واش لازم لازم فيرجن بحد ذاته ولا ما يمشي لك. اوكي مثلا اللي عندها ويندوز 10 هوم اديشن ما يمشيش عنده. نرجع خلينا نشوف ثاني is for free مصطفى for developer for developer is free. عندك اكسس الكامل البرودكت. المشكل انه لازم من اذا كنت طالب لقدش ما يعطوها الطلبه لازم يكون عندك الميل ادرس تاع اليونيفرسيتي ما تقدرش تستعمل ياهو ولا جوجل ولا شيء ثاني من القبيل. اندرويد بلو درويد why we should run it as no root والله هذا سي مشكل سيكوريتي. اوكي لانه هذا من المفروض انه راح يطلع لك من الصوله انفيرمنت اللي يكون اكسيسبل من الخارج واذا كان البروسيس تاعه يدور بالروت وصار فيه مشكل اي مصيبه كبيره. من الاحسن بما انه ما يستحقش الروت بريفيليج من الافضل انك ما تستعملش روت. ماشي معناتها انه ما يمشيش بالروت يقدر يمشي بروت لكن من الافضل انك ما تستعملش روت كي تستعمل. اوكي باش تحلوا كونت ريد هات ديفلوبر دوت ريد هات دوت كوم developer.redhat.com نرجع لهنا الشير تاعنا وهنا راح نشوفوا واش راه يدير درك يشوف لي اوبيراتور اوثنتيكيشن شفتوا هذه ماستر كيوب اي بي اي سكيدول والكنترولر ماناجر هذول اللي شفناهم في الماستر. هو سيب هنايا البارتس ماستر نتاع الفيرتوال ماشين سايكمل معاه درك من بعد يروح للنود خاطش هو عنده هنايا سي ار سي
عنده الماستر والنود راه مع بعضهم، ما راح يكون قاع اللي شفناهم في الماستر مع وش لازم يكون في النود. اوكي، وش لازم يكون في النود. خلينا نشوفوا الحالة نتاع الميموري. شو انا ما عنديش حاجة كبيرة، مانيش نطلع حاجة كبيرة، وراهو ديجا بدي سواب. عندي كان جيجا 15 جيجا في 6 جيجا في هنا كيوب API Proceeding The Operator and Processing. هذو بقاو مازال ما طلعوش، أخرين سيبون طلعوا. إذا عندكم أسئلة أي كان نوع تاعها نستفادوا من هذا الوقت اللي راهو يطلع فينا. ماشي، شيء ثاني، Operator I all operators are available ensuring stability. من راح يشوف دماراهم وراهم عادي يخدموا، لكن مدى به يشوف اسكو راهم ستابل ولا لا. اعطيكم معلومة تانية على اوبن شيفت. اوبن شيفت حاليا اغلب البنوك، خلينا نقولوا اغلب اوبراتور تيليكوم بيستعملوا اوبن شيف. اوكي، واذا شفتوا من اكبر مستهلكين تاع اوبن شيف شركات ما تخطر لكمش على البال، مثلا سيسكو. انتوا هنا كمل، واش عطاكم؟ عطاكم باللي هذا الكونسول، هذه الكونسول راح نرفدوها منا. اوكي، دوك نديرو سي ار سي ستاتوس باش نشوفو الحاله تاعو. ريننج، اوكي انسات، هو 32 جيجا راهم كونسومي. راهي هنا عطاك ليطا تاع الفي ام اصلا هي بنفسها. راح نرفدو هذه ونديروها عندنا في النافيغاتور. ونجيبو الباسورد نتاع ديفلوبر، ساهل، نبدو غير تاع كيوب ادمين تاع الادمين ستات. نشوفو هنا فيه يا فورت 5G تكنولوجي. هو 5G تكنولوجي محطوط على اوبن ستاك باش يكون في علمكم. هذا انا حاليا عندي واحد الخمسه ولا سته بروجيكت على 5G وورلد وايد باوبن ستاك. انا الرول تاعي في البروجيكت كلاود اركيتكت اوبن ستاك. انا نعمل ديزاين تاع سوليوشن، راح بدينا في واحد وبدا باقي لنا خمسه ان شاء الله. كي نكملوا اوبن ستاك الابلكيشن كامل اللي راح يدور عليها انا في في نديروه اوبن ستاك، الابلكيشن كل شيء يدور على اوبن شيف. باش تدو نظرة على كيوب ادم ادمين واعمل لوجين. مش عارف وش قاد بالدوكيومنتاسيون. دوكيومنتاسيون تاع اوبن شيف جاي في ريد هات. ريد هات دوكيومنتيشن ما تسحقش هذه، مش عارف.
اوبن شيفت دوكيومنتيشن، مش عارف انا دايركت مو جيك هنايا دوكيومنتاسيون، هاي دوكيومنتاسيون على اي نوع بغيت تخدم عليه انت، سا ديبون واش من نوع راك راح تخدم عليه. دخلنا هنايا، هنايا تشوفوا هنايا نتوركينغ هما السيرفيس اللي كاينين في النتوركينغ، هادو الروت، هالانجريس واش يجي من برا، تا حاجه ما راهم اكسبوزيا من برا، نتورك بوليسي هادو معناتها شغل فايروولينغ. هنايا نجيو ستوريج، نشوفو ستوريج اللي راهو كاين، بيرسيستن فوليوم، فوليوم كليم، هادو اللي راهم مستعملهم حاليا، وهادو كاع الفوليوم اللي راهم ريزيرفي ماهوش هادي علاش يطلبو هما هاديك 35 جيجا، تشوف شحال من فوليوم يسيميليو فيه 100 جيجا. اوكي هو هادي فيرتوال. كاين بارتي بويلد هنايا اللي حاب يدير لا كونفيغ، هادي ايماج ستريم، وهادي ديفلوبمنت مونيتورينغ. انا مانيش داير الاليرتينغ مع تيليمتري، بس تيليمتري في هاد الحاجه لازم تروح مع ريد هات، وانا مانيش حاطيهم اكسي. كومبيوت هاو النود، هنا كيكونوا عندك بزاف لي نود. هاو لي ماشين، ماشين سيت، هادو سي دي كونسيبت لي واحد كي يوزر مانجمنت، هما لي زيتيزاتور اللي كاينين، ديفلوبر كوب ادمين جروب، لي رول اللي كاينين، رول باندينغ، رول بايندينغ، هادي تاع كوبرنيتيس. الناس اللي تعرف كوبرنيتيس انا ننصحكم، كوبرنيتيس، دوكر، بودمان، هادو لازم تعرفهم، اللي راه رايح يروح سورتو لي خدمو تيليكوم وكدا وباغي يروح الاي تي في التيليكوم لازم يعرف هاد السؤال. مثلا دوك نرجعو ندخلو ديفلوبر، ادمين ديفلوبر، هيا هنا يتبدل الدعوة الهال. هادي سي بور كوبرنيتيس مونيتورينغ توبولوجي، واش راه عندك ابليكاسيون هنايا تجيب لك لي توبولوجي تاعها. اوكي انايا هنايا بالادمين كاين لي بروجي سيستم هادو، بصح غادي نخرجو وندخلو بديفلوبر. ديفلوبر ما راه جديد، كي راهو جديد معناتها ما عنده حتى بروجي. اوكي ما عنده حتى بروجيكت، وهنايا واحد يقدر يدخل هنا ويشوف يسوس. انا ماني مكونفيغوري حتى حاجه، انا درنا اون انستالاسيون عاديه، نقدروا نزيدوا ان بروجي لهنايا كور كرييت يوزينغ سامبل بازيك كواركس. هادو الناس سبرينغ بوت، هادو جماعه تاع ديفلوبمون يعرفوهم، هادو سي دي زابليكاسيون ديجا واجدين، وتخدم هنا انت بروجي تاعك مثلا ديمو، تكري ديمو، اوبس ديمو واش اوتوريزي ل... وهنا تختار واش راك حاب تطلع، ان ابليكاسيون سبرينغ بوت ولا بجافا ولا بيتون ولا بنود جي اس وباز كاركوس كواركوس او دي الحاله. هذا جماعه اللي يخدموا جافا ان شاء الله كاش ندير لكم عليه ان بريزونطاسيون. اللي ترو دوموندي هذا مثلا نجي ندير هنايا راك تستعمل هنايا، بصح هنايا راه يقول لك اعطيني الجيت تاعك. شوف هذا سي ان اكزامبل، جانجو اكزامبل، وهنا بدي يدير هاو التوبولوجي تاعك، هاو راهو بيلد بيندينغ بيلد. اوكي واحد قادر يدخل لهنا ويشوف البيلد واش راهو يصرا فيه اكزاكتوم. انا ماني مكونفيغوري والو. اوكي قادر ستريمينغ ايفنت ميتريك ما فيه والو، ازال بيسكو لابليكاسيون مازال ما طلعتش. هاي عدا هو تعاود ترجع التوبولوجي هنايا تشوف هذا راه عدا اون كور دو بوت. اوكي هنا تقدر تدخل السورس ديريكتومون منا، ها هو السورس تاع لابليكاسيون، تشوف داني ديريكتومون السورس تاع لابليكاسيون اللي حاب تخدم عليه. هادي ستون ابليكاسيون جانجو،
يقول لك هذاك حاب تمودي فيه في الكود، هو الكود نتاعك ديركت مو بلا ما نخرج منه. هاي بويلد رينينج اوبن يو ار ال، وهي الابليكاسيون ساي واش دول لها اليو ار ال تاعها اوتوماتيكمون، بصح مازال راهي في البويلد ما طلعناش. انا جيست باش نعطيكم ان اكزومبل ديوتيليزاسيون تشوفوا بلا كونيسونس تاع ديفلوبمون بلا والو. انا ان ديفلوبر يقول لي باغي نديبلوي ان ابليكاسيون بيتون، يعطيني غير توبولوجي تاعو، يعطيني الكونت جيت ولا لاكسي جيت، وانا اون توك ادمينستراتور نلونسي لابليكاسيون تخرج واجده مكونفيغوري بلي ليان تاعها بلي زاكسي ليكستيريور سيكوريزي اي تو اون كيلكو كليك. هذا هو ديفوبس، هذا هو ديفوبس اللي حكينا عليه. هذه شحال اوكي. انا قلت لكم اني نعطيكم غير شويه هناك، انا مازال راهو يدير في البويل. اوكي راهو يدير في البويل، نرجع للتوبولوجي تاعنا. ومن بعد نتايا من بعد كي تجي لهنايا يكونوا عندك بزاف لي زابليكاسيون، قادر هذه دير لها ان باك اند تجي هنايا وتلي هذه مع ابليكاسيون ديريكت مونت الوغ منا وراك تجيو باغيين ليه الحاجه ابارتير دا دوكر فايل ابارتير دي ماج افيك ان اوبيراتور اون باك اند. هنايا باغ اكزومبل لي زيماج نجيب لي ماج نتاعي من راح نجيبها ونخدم عليها. هذا شويه شوفوا هناك مازال ما طلعتش، مازال راهو اون كور دو. انا سي ان اكزومبل نتاع ديبلويمون دون ابليكاسيون، لما ديبلويمون نتاع جانجو. كان واحد يقول له دروك دير لي ان سيرفر جانجو، ساعة هو يدور غير مع حصل غير مع لي غير مع لي باكيج. اسكو عندكم دي كاستيون؟ قلتوا لك هذه المحاضره ان شاء الله راح تكون مسجله، قلت لكم بلي احنا نبداو كل ساعة نشوفوا حاجة صغيرة غير بشوية بشوية نقدروا نديفلوبيو في لي زاسبي. هذه محاضرة بصفة عامة على اوبن شيفت شومال. إذا كان قدرني ربي إن شاء الله وصبت كاش نوريك نصيب. أنا مجل، أنا عندي اللي عنده إن ماشين كبيرة ماشين سيرفر كبير وعنده لا دوموند هذيك اللي قلت لكم، عندي سكريبت راني خادمه يلونسي السكريبت انستالي له يكري له 3 6 تاع لي في ام انستالي له فيهم اوبن شيفت الماستر والنود وداك ويخرج هذا واجده سكريبت واجد. ثم هو يقعد يخدم اوبن شيفت ديريكت، مي لازم البريروكي اللي هو لا ماشي. ها هو كملت كومبليت، نشوفوا الابليكاسيون. مازال ما طلعتش، تما هنايا خاص فريمون تعرف لابليكاسيون كاش تمشي. نعطيتكم جوست ان اكزومبل، الوغ بارك الله فيكم. ان شاء الله هذه ثاني اليوم غادي نرفعها، بالك الجماعه اللي ما قدرش يحضر ولا يوم اختفر واحد يقدر يعطيها الناس حابة تبدي. بصح نصيحة من عندي اوبن شيفت اللي راهو حاب يروح في الديفوبس لازم يميتريزي، لاخاطش راهو داير ضجة حتى في عالم الشغل.